ساديو ماني لاعب سنغالي مسلم وقع عقدا مع نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ 26 مليون جنيه استرليني لمدة 5 سنوات، وهذا يعني أن معدل راتبه الأسبوعي 100,000 جنيه. أول سؤال سأله الصحفي الذي نجح بأن يحصل على فرصة لإجراء لقاء معه، أول سؤال سأله بدهشة: كيف يكون هاتفك النقال بهذه الحالة المزرية ودخلك الأسبوعي 100,000 جنيه؟ فقال بكل بساطة: أنا خصصت لكل فرد من منطقتي راتبا قدره 7